يا هلا والله، معكم قفلوك، واليوم جايب لكم حلقة جديدة بمناسبة الإيفنت. بما أن باقي له 11 ساعة وهذا البوس يختفي، لا تنسون شباب اللايك والاشتراك. خلونا نبدأ، ما راح أقصص شيء، راح نبدأ على طول بدون تقصيص، تمام؟ لأن الوضع مبين أنه دمار يعني. أوكي كوابلا، راح نلعب نيو جيم. أشكركم صراحة على نصايحكم، خصوصا اللي قال لي أن المابات اللي تصممونها ما عليها اكس بي، فهذه معلومة كويسة مرة، ما كنت أدري أصلا، تمام؟ واللي يسوي مابات وحركات يا شباب ارسلوا لي كود المرحلة وليس اسم المرحلة، لأن الاسم ما راح استفيد منه، لكن اللي راح استفيد منه اللي هو كود المرحلة عشان أقدر أطلعها ونلعبها سوا. طبعا معايا الحين 38 راوند، لازم أتجهز. البوس مرة صعب، فوش راح أسوي يا شباب؟ راح أخذ من هنا ونزود القرنقش شوي. أيوة زود القرنق. يا لهوي، لا دقي 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 دقي، نسيت هذا نسيت هذا نسيت هذا نسيت هذا، العيد العيد العيد، دقيقة دقيقة نسيت. أنا قاعد أجهز من الحين عتاد قوي يعني، عرفتوا؟ فحنا الحين استعنا بهذا الشيء، أخذنا منه 2000، لأن صراحة البوس مرة قوي. فوش راح أسوي بال2000 هذه؟ راح استثمرها على طول باللي طلع لنا فلوس. التطوير الأخيرة، تمام؟ الحين أوه والله بعيد مرة. هذه التطوير الأخيرة يا شباب، أنتم عارفين يصير كنا بقالة ويصير هو يجمع الفلوس، ما له داعي أنا أجي هنا وأدور الماوس. شو لما أخلي الماوس ياخذ أوتوماتيك، بس لما أحرك الماوس كذا ما ياخذ شيء. فا يو خليك سريع خليك سريع خليك سريع يا ذيبان، أرجوك 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 فلوس بسرعة يا شباب. إيش رأيكم؟ اخذ واحدة ثانية وناخذ واحدة ثانية، بحبح ابو ابوها بالمقطع هذا يا شباب. لا لا مو هنا، دقيقة خليني بس اشيل هذه وافتح هنا واسوي كذا، زين اسحبها. ايوه يعطينا دعم فلوس، وهنا نطور وهنا نطور، تمام. هذا الحين اوتوماتيك راح ياخذ الفلوس على اساس انه تريح راسك ما تركز معاه، فهذا الشيء ترى مرة كويس انه تكون مركز باللعب نفسه والتخطيط بدل ما تركز فلوس راحت الفلوس وبعدين خسران. يا لهوي باقي 28 راوند ما جهزت شيء. العيد على ما جميعه، ارجوك 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 فلوس بسرعه. طبعا هذا الشيء ترى ما يعتبر غش، هذا اللعبه فاتح لك الشيء يمديك تلعب، واقدر بعد انزل شخصيات ترى. شوفون هنا يعني مثل السوبر مانكي هذا اقدر اسحبه من هنا، زين، وتطويرته وكذا يعني في منه مطور فيه عادي، زين. الا اذا تغير، والله متغير يا شباب. اتذكر كنت اقدر اسحبهم وكان لهم تطويرات. ايوه كذا صح، شوفون لما تضغط على الشخصيه يطلعك تطويراتها، يعني هذا اخر تطوير اقدر انزله على طول دغري. فهذه من الاشياء اللي تساعدك انك يعني تنجز او توصل راوند مره قوي، فهمت علي؟ فهذه اشياء حلوه. طبعا هذه تكتسبها وانت تلعب بالمراحل اللي هي حقت اللعبه نفسها، راح تكتسبها يعطيك اياها كهدايا ومكافآت، فشيء هم مره كويس. نجي هنا نحط النينجا، لان النينجا نحتاج اكس بي له. لا لا مو انت، مو انت، وش نبي؟ هذا 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 الشخصيه الجديده هم نبي لها اكس بي يا شباب. هنا التطوير الاخيره عشان وشو؟ عشان حقت المناطيد، هذه ضد المناطيد، فنحط هنا تطويره الاخيره. بس ما راح يجينا ولا منطاد الا البوس، فانتظر شوي انتظر شوي يا مستر قفلوق. ما ادري ازود الفلوس ولا خلاص ابدي اجهز. اوكي خلونا نجهز، نحط واحد هنا، تمام، وواحد هنا، تمام. نطور هنا التطويره الوسطيه، نبي 7000 الحين، ونطور هنا التطويره الوسطيه نبي 3000. هذول الساحر يا جماعة انتم عارفينه مرة قوي، يعني طلعنا العنقاء الطائر الناري هذا، فلو سويت منه 2 قبل لا يجي البوس كويس، يعني اقدر اعطيه دمج افجر وجهه. بس هل حنا نفوز او لا؟ هذا اللي انا ما ادري صراحة. هنا تشوفون صارت طلقاته اسرع وكذا، يعني صار مرة قوي. نعطيه بعد تطويرة واحدة وتطويرة واحدة، وهنا التطويرة عشان يطق البالونات الجيشية. ايوه اشوى الناري اشوى الناري انه يفجر ال، ولا قلت اكلنا هوا الحين؟ والله قلت اكلنا هوا. شو 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 يا ساتر. اوكي هنا نعطيه التطوير ب 3000، باقي لنا 9 راوندات. يا نصفق امه يا انه خسراني،
إذا خسرنا عاد الشيخ والله يا شباب، إحنا سوينا اللي علينا. هنا حطينا اثنين حق الفلوس، معنا كان ودي أحط ثالث بس الراوندات ما تساعد، تمام. لكن الشيء اللي يعني أبركز عليه إن نحط شيء يدمج. أوكي، جت بالي فكرة، تمام، إني أحط هذا هنا، تمام. ما يمدي ست راوندات. أيوة، أبي تطويرة المدافع هذه، أبي تطويرة مو المدافع، الار بي جي هذا يصفق تصفيق لأنه يدمج ترى المناطيد. أيوة زين، لحظة راح أحطه هنا قريب، طق من هنا لين يجي البوس، وخلي التحكم يدوي، يضغط الزر هذا يصير يمشي مع الماوس أساس. نحاول إنه يعني أربع راوندات، كيف نجمع فيها 14000؟ هنا 15000 بعد، مو والله ما أدري يا شباب، إحنا هنا هل نفوز ولا ما نفوز؟ أحس إنه بسرعة، أحس إنه طاير، وهو الراوندات كذا أحسها صارت مرة سريعة. هذا باقي له بعد تطويره ويطلع لي السفينة، بس يوه والله ما في وقت. باقي راوند جمعنا بس واحدة، صار عندنا التي واحد. ما ظنت اني راح نستطيع، لكن نحاول. راوند واحد بس الحين خلص، يجينا البوس. يا لهوي يا اما، دقيقة، انزل العنقاء وانزل انت، فجروا وجه وجهه. هنا 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 هنا. طبعا الحين انا قاعد اتحكم فيهم مثل ما تشوفون. اوكي، الحين راح نوصل للجمجمة. يلا انت تستطيع. نبطئ الوقت، مو نبطئ، ايوه نبطئ الزمن شوي عشان نقدر نركز زين. هنا تطويره، عطني يا مدير. المشكله تعرك مع الماوس. اوكي عصب، اوه صار عند الدرع يصد طلقاتي، يا ساتر. اوكي الحين رجعنا، راح الالتي على الفاضي صح. حرك كذا، عطه ثاني مره. والله ما ادري اذا احنا نقدر نفوز ولا لا صراحه، لكن تتم يعني المحاولات مستمره. تعال انت هنا زين، عطني تطويرات وسطيه. اوكي نرجع نكمل، نحاول ان نستطيع. هو الحين وصل نص الماب وحنا باقي ما وصلنا يعني نص طاقه. يا لهوي. اوكي طق هنا زين، ارجوك نص الطاقة، خلنا اقل شيء ان حاولنا. ارجوك انت تستطيع يا جماعة. اللي فنت طبعا هذا ما راح يكون دايم موجود، ف راح نستفيد من خبرتنا بهذه الحلقة عشان البوسات الجايين او الفنتات الجاية. لحد الحين ما وصلنا وسط، ارجوك. اه عندي اثنين، طق امحق ام امه. ايه عطى، رجع لورا شوي. يا سلام، معقوله نستطيع؟ شوف الدرع حقه، شوف الدرع حقه، يخرب بيته. وقف هذا، وقف، اقعد. الو انت اشتغل. ايوه دمج ام امه. تعال عطني ساحر ثاني، تمام، عطني تطويره ناريه. ايوه ارجع ثاني مره، دمجوه. ارجوكم انتم تستطيعون، ارجوكم. راح ياخذ فره الحين ونحاول نصفقه، ارجوكم. الراوندات اعتقد انها قاعد تمشي والبوس شغال. والله دمجناه يا شباب، والله دمجناه، بس نبي هنا الالتيين. ايوه يلا هذه فرصتنا. شوفوا طاقته كيف قاعد تنقص بسرعه، بس هو راح يخرج خارج منطقه الخطر، راح يطلع منها يعني خلاص. اوكي قربنا للجمجمه، رجع. اوكي جت ببالي فكرة، ابيع هذا زين، واحط واحد جديد هنا 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 هنا، انا ماكو فايدة بس ما عليه. اوكي عطى 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 عطى، صاروا اثنين ثلاثة. اي طقوا 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 طقوا، يا ربي ما ادري اضغط هذه، ما يوصلون جماعة، والله من الخوف، والله من القمطة. باقي شوي، ارجوكم انتم تستطيعون، ارجوكم شغل التي، ارجوكم باقي شوي، احنا على حافة الفوز. تكفون. ما ادري اذا يمدي ولا لا. خسرنا صح؟ خسرنا؟ متنا؟
متنا على الحافه على الحافه. مدري يسعفنا الوقت ولا لا؟ ارجوك ارجوك ارجوك. مدري مدري بس لا ولا لا. ارجوك ارجوك ارجوك. وات يا سلام، والله فزنا، والله كفو، والله كفو، والله ما توقعت، والله ما توقعت، والله يا سلام، والله جبناها يا شباب، والله جبناها يا شباب، والله انكم اساطير. تمام الحين بما ان اخذنا يا ساتر، والله المعجزة، والله المعجزة، ما توقعت صراحة. اوكي خذ تطويرتك الجديدة وخليك ثابت كذا، لا كذا كذا احسن صح؟ خلي يدمج اللي بوجهه. ايوه سوي لنا سبورت يا شباب. ادري مكانه غلط بس عاد ما عليه، احنا الحين اسمنا اللي دفعنا عليه. يا ساتر. اوكي نرجع سرع الزمن ثاني مرة ونبني خطة جديدة. زين احنا كم عندنا الحين من هذا؟ مناطيد صغار نعطيها تطويره، مناطيد صغار خلاص يعني ايزي خلاص ما راح افكر فيهم، لكن احنا نتكلم هنا انه يكون عندنا كذا كذا الفي هنا تطويره. اوكي نبي الحين محتاجين احنا شو اسمه 15000، بس يفترض انها تجي اسرع الحين صح؟ ليش ما اشتغلت؟ المفروض صار عندي ثلاثه هنا. ترى قاعد افكر ان هذا لو مكانه هنا ويطق كذا بس نفس الشيء. طيب نفس الشيء نفس الشيء، خلاص خله ما راح العب بالفلوس. زين قاعد افكر ان نحشد التيات. تمام باقي لنا هنا. زين ايش رايكم نستعين بالشخصيات اللي هنا ولا لا؟ ما ادري يعني ناخذ واحده تطوير عاديه مثلا. هنا هذا اقوى شيء ما راح احطه لانه مو ماب عادي يعني ما راح نطول، فما راح اخذ اساسا اكس بي واجد. يا ساتر يا ساتر، والله هنا صارت مجلده. دقيقه هنا ناخذ الالت الرابع تهيئه للبوس الجاي. نبي 11000 والبوس باقي له تو باقي خمس راوندات. وش نحط؟ نحط سوبر مانكي؟ نحط ليش ما نحط؟ نحط سوبر مانكي هنا، حط سوبر مانكي هنا بحيث انه لما يفر هذا يجلده، هذا المفروض يكون الاساسي. نزود المدى حقه. تمام صار المدى مره كبير، صار يغطي. تمام ونبدا نطور له اللي فوق. السوبر مانكي هو اللي راح يعني راح يكون له تاثير، راح يكون له دمج مره قوي لانه مكان استراتيجي هنا بالوسط. والله كويس بدا مخي يشتغل مع اللعبه يا شباب. هذا خله عادي خليك هنا. باقي لنا راوندين نحاول نطور من 3000 لان تكون مره قويه. تشوفون العدسات تصير ثلاثه كذا ودمجها عالي. اوكي حلو 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 حلو. انا ما ادري مين هذا اللي قاعد يفجر المناطيد الحديديه. ايوه اوكي خلينا نشوف الجمجمه الاولى نجيبها سريع ولا لا. اذا هذا له تطويره لا، بس هذا اعتقد ايوه. دمج يا حبيبي دمج الجمجمه الاولى. زين كذا اي عنقاءات الدنيا. ايوه اوكي راح ابطل الزمن عشان اركز اكثر. اوكي فجرنا الجمجمه الاولى يا شباب، استطعنا ان نفجرها يا رب لك الحمد. زين وهو للحين يعني ما وصل للنص الماب تو باقي. ايش تسوي؟ تحرك الماوس كذا على بطيء وتضغط هذه هنا. يو رد رد رد. يو عطني التيك انت. ايوه دمج ام امي. يما البالونات الصغيره، البالونات الصغيره يا شباب والله كثيره مره. عطني 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 يا مدير. هنا تطويرهم 7000 ارجوكي افتحي ارجوكي. هاي تطويره مره كويسه. تمام على الاقل اسمنا حاولنا يعني وصلنا للمستوى الثاني، النجمه الثانيه مثل ما تشوفون فوق، ف يعتبر كويس لحد الحين وصلنا له كويس. 7000 ارجوك. عندنا هنا التي. زين هنا 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 هنا. زين 7000 جبناها صح. عطي تطويرهم 7. اي فجر امه. يو قاعد يطق. شو علق على البوس
وقاعد لين الحين يشبك كلهم يصيرون على البوس اليدين الثنتين. يما نص الطاقة بنهاية الماب يا حبيبي. كل اللي سويناه هذا وشو؟ لا 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 ما راح اشغل الالتيات لين تخلص الجمجمة. لا وين اي تمام تمام ايوه لين يخلص الشلد حقه هذا تمام بعدين اشغل الالتيات احسن. شوف شوف كيف يصد الضربات. عطني يا مدير عطني يا مدير. دمجو دمجو دمجو. يكفينا شرف المحاولة يا عيال يكفينا شرف المحاولة. نحن نستطيع راح نفجر أمه بس ما عليه نحن نستطيع ونقعدين نحاول. نعم جهد وشرف وإتقان وكل الأشياء هذه الكويسة. أرجوك أرجوك أرجوك. ما ظنتي هالمرة فعلا ما ظنتي. شوفوا وين واصل هو وشوفوا وين واصل طاقته. يا لهوي يا لهوي شغل أرجوكم أرجوكم. الجمجمة الأولى الأخيرة الأخيرة الجمجمة الأخيرة. أظن نقدر لها صح؟ أظن نقدر لها أظن 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 لا لا أظن لا أظن. خلاص خرج خارج منطقة الدمج العالي يا شباب. على ما يبدو أنه خسر يا شباب. بس الله أساطير والله وصلنا يعني القطعة الطويلة هذه وش اسمه وصلنا شيء محترم وصلنا شيء محترم. وكلمة السر راح تكون البوس سهل. بس كذا اكتب البوس سهل البوس سهل. اللي ما يعرف كلمة السر ما راح يدري انتم وش قاعد تقصدون وش فهمتوا. البوس سهل كفو. واشكركم على الدعم بالحلقة اللي طافت وان شاء الله هذه الحلقة تكون جميلة وهذا ايفنت يعني ما راح يتكرر زيها الا بعد فترة. فنشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة ومشكرين على الدعم وإلى اللقاء.